ما ما سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك تطوروا تطوروا السلام عليكم ورحمة الله. أزول في اللون. العصابة اللي حاكمة في الجزائر وفارضة روحها على الجزائر بلا ما هي تقدم شيء يصلح للبلاد. العصابة هذه جوعت الشعب، خلت الشعب يجري مور دراهمه، دراهمه ما عادش يقدر يسيبها يجبدها من البوصة من البنكة. جوعاته خلاته يجري مور بدون زيت، متبهدلين قدام العالم كامل، العالم كامل يضحك علينا نجلو على بدون زيت. خلات الشعب ما يلحقش على يشري كيلو طوماطيش ولا كيلو بطاطا، خلات الشعب يشتاق يشري كيلو خوخ. اليوم عدت الى مرحلة اخرى انها تقتل في الشعب في المستشفيات. اليوم هناك عملية قتل الشعب في المستشفيات. كيفاش؟ هذا خبر مش أنا اللي مديته، تقدروا تطالعوا الخبر هذا في موقع تو سور لالجيري، حوار مع الدكتور لياس مرابط جرى معاه الموقع، وين يقول أنه منذ 3 أسابيع المستشفيات الجزائرية ما عندهاش البنج الانستيزي باش يديروا عمليات جراحية للناس. اللي باش يعمل عملية جراحية ما يقدروش يديروا له لأنه ما كانش بنج في كل المستشفيات. حتى يأكد الدكتور ياسمين رابط يقول حتى في المصالح الاستعجالية في سيرفيس دي زيورجانس، يعني وين واحد يجي اورجون باش يعملوا له عمليه ما يقدروش يعملوا له، ما كانش انستيزي ما كانش بنج. الدكتور يروح ابعد من هذا يقول انه ماشي غير في الجراحه اللي ما كانش بنج، حتى في مصالح الانعاش لي سيرفيس دو ريانيماسيون وين لازم يديروا لانتوباسيون للمرضى، واحد يلزم باش يديروا في ان كوما ارتيفيسيال ويعملوا لانتوباسيون، يدخلوا له هذاك التيوات هذوك الداخل باش تنفس تنفس اصطناعي، ما يقدروش يديروا لانه ما كانش بنج، لانه العمليه تتم الا بالبنج بلانستيزي. اذا كي ما يديروش الناس تموت، الناس تموت. اذا الناس ما ماتتش اليوم بالكوفيد، وان الكوفيد 19 كورونا هذه كانت ألطف من العصابة، ألطف من العصابة بالنسبة للشعب، ضربت العصابة قتل جنرال وضربت التبون وضربت الجماعة تاعهم كامل، ولطفت بالشعب. ونشوفوا انا شفت تصاور في عنابة ناس سيركولي لا ماسك لا والو 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 والو، تصاور في العاصمة كان اللي ماهمش دايرين واللي دايرين ما مش حاطين ماسك نورمال، واحد حاطه لهنا واحد حاطه هنا، كل واحد وين راه. يعني ربي لطف بالشعب الجزائري لانه الشعب الجزائري راهو ديجا يقاسي من هذه العصابه هذه. راه لما تلحق انت الكوفيد ما يقتلكش، تجي تقتلك العصابه بطريقه علميه يعني بالطب. ماذا بينا نسمعوا صحافه بودورو تروح تسال وزير الصحه سي بن بوزيد بعد ما خوه قتل تعليم ونكب المدرسة، خلال المدرسة الجزائرية مدرسة من كوبا، خلاها من كوبا، هو اليوم راهو قاعد يقتل في الشعب في المستشفيات، ويجي غير يقول لك عندنا أحسن منظومة طبية ورانا كي نقارنوا مع أفريقيا رانا خير من الناس كامل. ياك أنتوا ما لحقتوش 70 واحد جيت تقول رانا خير من الناس على المستوى الافريقي، شتو صحانية الوجه، لانهم كلهم كذابين، كلهم كذابين، لانه العصابة هذه سياستها مبنية على الكذب، سياسة العصابة مبنية على الكذب والحقرة. ضرك واحد ما يجي يتكلم ويقول لك وعلاش ما كاينش انستيزي، لانه الناس اللي راهم عايشين المشكل تاع الصحة
غير اللي مرضى وعائلاتهم مقدام ندعم الامور معيش باينه. وبعد يقول لكم علاش الشعب يخرج يطالب برحيل العصابه، تجوع فيهم تقتل فيهم تخليهم شي داويو. يقول لكم علاش لما نلحقوا انه في المستشفيات الجزائريه ما تقدرش ندير عمليه جراحيه، ما يقدرش واحد يدخل لمصلحه انعاش، ما يقدروش يعاودوا ينعشوه، خلاص بقى والو، بقى والو. ناس راهي تموت في المستشفيات الجزائريه اكثر من كل وقت مضى. ديجا من بكري كانوا سبيطارات دي مروار. لهذا نشوفوا انه سي تبون وملي قبل منه سي بوتفليقه وسي شنقريحه، شنقريحه راح يعيش في سويسرا وين بنته عاطيها ان بوست في الممثليه الجزائريه في الامم المتحده، وسي تبون راح يداوي في المانيا. سمعتم كلهم يداوي في الخارج لانه ما يهمهمش كاين بونجو ولا ما كانش، كاين دواء ولا ما كانش. الناس الدواء يطلبوا فيه ويتليفونيو شكون يجيب لهم من فرنسا، درك كاين الحدود مغلوقه الناس حبس. الدواء يتباع في الكابا، الناس تجيب الدواء في الكابا ترا بندو. انا واش مقعدهم هاد الناس هادوما؟ واش مقعدهم؟ وعلاش مليحين؟ وعلاش راهم يحكموا باش ينهبوا ويسرقوا وباش واحد ما يحاسبهم؟ لانهم يخافوا تصيرهم كيما صحابهم اللي حطوهم في الحبس. ولكن يروحوا له ان شاء الله. وعلى هذا للحراك لابد انه يستمر وانه يزيد يتصاعد ويطيح العصابه اللي راهي تجوع وتقتل. تجوع في الناس وتقتل فيهم في المستشفى. الله يقدر الخير بلادنا. السلام عليكم ورحمة الله. صحابي حر بجمع كل، صحابي حر بجمع كل، صحابي حر بجمع كل. خلينا من السيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك، تطوروا تطوروا. صحابي حر بجمع كل، صحابي حر. You shot that bird!